ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده عاملين ريفيو عن المضمضه. في ناس كتير بتعاني ان ريحه الفم عندهم بتبقى مش ظريفه، يا اما عندهم اللسان دايما ملتهب، يا اما ممكن اللثه بتاعتهم بتبقى فيها التهابات. واكتر حاجه كمان بيعاني منها الناس اللي هي ريحه الفم بتبقى مش ظريفه خالص، وتبقى ريحتها كريهه كده وبتبقى مش حلوه. حتى بيغسلوا اسنانهم وبيشتكوا ان حتى بعد غسيل السنان بتبقى الريحه مش حلوه، واغلبيه الستات كمان بتشتكي من الموضوع ده. فالحل النهارده في المضمضه دي، تابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا ايه المضمضه دي وعباره عن ايه واستخداماتها وازاي تستخدمي المضمضه كمان استخدام صح. بس قبل ما نكمل، حابه افكركم ان القناه بتاعتنا منوعه، ولو اول مره تشوفوني ما تنسونيش في كومنت حلو زيكم ولايك، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك عشان يوصله كل جديد من فيديوهاتي. زي ما اتفقنا ان موضوع النهارده عن المضمضه ده، شكل العلبه بتاعتنا دي اسمها مضمضه دي جي ووش منتول اهي، ممكن اكون بقراها غلط بس هو ده اسمها، وده شكل العلبه. حجمها 125 مللي، حجمها يعني حلو جدا. دي طبعا بالنعناع، هي حاميه شويه بس هي حلوه جدا. تمنها 17 جنيه. هنشوف برده شكلها من جوه عامل ازاي. اهو ده شكلها من جوه، بيجي معاها طبعا المعيار ده، وده شكلها بتبقى لونها مخضر كده تمام اهو. طبعا دي متوفره في اي صيدليه، بتقولوا له عايزه المضمضه دي بيديها لك. المضمضه دي بقى ايه بتعمل ايه؟ اول حاجه بتقعد معاكي حوالي 12 ساعه، بتديكي ريحه حلوه قوي قوي للفم، بتقضي على الريحه الكريهه. تاني حاجه كمان بتديكي ريحه النعناع، بتخلي بقك ريحته زي ريحه النعناع. تالت حاجه وكمان ان هي بتعمل ايه؟ بتقضي على الالتهابات وعلى الحبوب اللي بتطلع في البق. لو عندك حبوب، لو عندك التهابات في اللسان، لو عندك اللثه ملتهبه، بتبدا ان هي تعالج الموضوع ده. هي حاميه شويه، اللي هي تحطيها تحسي بالتهاب كده في بقك، فده لما يكون بقك ملتهب بتبدا ان هي تعمل مفعول معاكي، فبتحسي ان بقك كده بيحرقك كده، وان هي لسانك قام عليكي، تعرفي ان انت عندك التهابات جامده، فبتبدا ان هي تقضي عليها. بتستخدمي المضمضه دي ازاي؟ بتستخدميها بكل سهوله، بعد ما بتغسلي اسنانك كويس جدا بتبداي ان انت تمضمضي بالمضمضه، بتاخدي في المعيار ده وتبداي ان انت تمضمضي بقك، وتبداي ان انت بعد ما بتبداي ان انت تدفي المضمضه دي، اوعي تبلعيها واوعي تستخدمي ميه بعدين انت تشطفي بقك تمضمضي بالميه بعديها، لا، بعد المضمضه بتبداي ان انت تدفيها وتشطفي بقك من بره الخارجي. حتى لو عندك التهابات في شفايفك بتبدا ان هي تخففها معاكي. بتستخدميها كم مرة؟ بتستخدميها مرتين في اليوم، مرة الصبح أول ما تصحي، ومرة بالليل بعد ما تغسلي سنانك وانت داخلة تنامي. هتحسي بإيه؟ هتلاقي بقك لو في أي التهابات ولسه معاكي ملتهبة في حبوب هيقضي عليها، ريحة بقك هتبقى منتعشة وريحتها تحفة بجد، وكمان هتطهر لك بقك، وحتى اسنانك لو فيها اي التهابات او فيها اي مشاكل هتخففها معاكي. المضمضه دي حلوه جدا جدا، ومن احلى انواع المضمضه اللي هي متوفره في الصيدليات، فبجد جربيها مش هتندمي. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده مع نينو.